جيت حاصل هنايا من بداية ديال الحجر الصحي ودابا كنقلب على الترونسبور، لكن الطريفة غالية شوية. هاكا قلت 300 درهم حسبي الله ونعم الوكيل وصافي. على حساب دابا التوقيت اللي قالوا 12 غيسدوا، ما عرفتش كيفاش نشوفوا شي حل ولا نكريو شي طوموبيلة ولا شي حل معاك. ما يمكنش بنادم حاصل هنايا قول 4 شهور ولا 5 شهور هادي وخدمة ما كايناش، شنو غادير؟ اللهم ترجع تما، حيت خفنا دابا نبقاو هنا ويزيد ثاني الحجر الصحي. ما تعرفش القرار ديال هادو راه كيخرجوا بين ليله وضحاها، كيخرجوا شي قرار اخر. اللهم يمشي بنادم بعدا يجلس في الدار حتى يشوف شنو كاين، يتخذوا قرارات زعما بعينه، يشوفوا كيفاش، يشوفوا المواطنين هما الاولين، يشوفوا يديروا معاهم شي حل، يديروا شي برنامج شنو كاين، وفرقوا على حساب الترونسبور، يشوفوا الطريق راه دابا الكسايد الله يجعل السلامه، راه لا اله الا الله وصافي. انا غادي لفاس. وي درت دابا هذه شي ثلاثه ديال المحطات، مشيت لكازا فواياجور ما لقيتش، مشيت لهذيك المحطه المزيان ما لقيتش، عاوتاني جيت لهنايا سمعت الربعه شدتني البلاصه دابا حتى لوحده، حتى لوحده الليل. وي 200 درهم 200 درهم لفاس وحتى لوحده الليل نورمالمون الثمن عادي 90 درهم 100 درهم لوحده الليل. هما دابا قطعت الورقه هذه عندي يعني ضروري غادي تمشي حتى بغدا يا غادي تكون الكونفيرم غادي يصدو، اما دابا صافي مما كيقطعوا راه غادي تخرج. انا تصدمنا يعني ترونا كما كنقولوا فهمتي، تكرفصوا الناس كيتكرفصوا، راه العائلات راه بنادم ضروري خصو يمشي يعيد مع والديه، راه اللي حسن لهم كاين اللي سامح في ولادو كاين اللي سامح، واش فهمتي؟ انا راه بنادم كيتكرفص بزاف، يعني خصهم يخموا الشعب والمواطنين، يعني ماشي بنادم يعطي واحد القرار هو فهمتي، يعني خصو يفكر في الاول عاد يعطي القرار. يعني راه بزاف ديال الناس كيتكرفصوا، بزاف ديال الناس تكريسا، وبزاف ديال الناس وقعوا بزاف ديال المشاكل. عندي واحد بي غادي مسافر وجيت باش ناخذ فلوسي، ما بقيتش غادي مسافر، غادي لتازا. انا لا مشيو لتازا، كنت غادي نجيبها الواليده تما، كنت باغي نمشي حصلات، كنت باغي نمشي نجيب. جيت دابا باش ناخذ فلوس، قالوا لي حتى الغدا ورجع. انا تنسكن دابا في عين السبع، بيا دايره 160 درهم، غنمشي دابا لعين السبع نعاود نمشي في طاكسي ونرجع، مشات لي 160 درهم. باغي نسمع لهم هو عند الله غناخذها، ونمشي دابا غدا خشا رجع على 160 درهم من عين السبع، طاكسي غيجيبك ب 1000 ريال غدا. ورا دابا المشكل هي الوالده جات جابها واحد السيد بايت لبيا باش ترجع ليا، قال لك حتى الغدا ورجع عندنا. انا دابا جيت في طاكسي وغنعاود نرجع لعين السبع، غنعاود نجي من عين السبع غدا، مشات 160 درهم. ما لقيناش لمن نبيعوه، كلشي كيقول لك ما كاينش لمن تبيعها. والله يصوبك، الله يدير لي فيها الخير.